الصورة من ميناء الداخلة، أول ميناء على الصعيد الوطني من حيث الإفراغات السمكية بمعدل 600 ألف طن سنويا، ما يحقق رقم معاملات يقترب من 2 مليون درهم. أما الجبايات المحصلة من هذا الميناء فتصل قيمتها إلى 30 مليون درهم، وهو ما يعكس ارتفاع الرواج المينائي. عرف الرواج المينائي الإجمالي السنوي لميناء الداخلة خلال سنة 2013 نموا ملحوظا، إذ تجاوز 850 ألف طن، أي بزيادة 40% مقارنة مع سنة 2012. بداية سنة 2013 عرف ميناء الدخلة تتمة أشغال مشروع توسعة الميناء بتكلفة تقدر ب 400 مليون درهم. هذه المنطقة تسمى منطقة سين، اللي فيها واحد مخزون سمكي هائل حوالي 6 مليون طن من الأسماك السطحية، منها مليونين طن قابلة للاستغلال. نتكلم كذلك عن جهة اللي فيها الخليج واد الذهب، اللي هو خليج مهم جدا فيما يتعلق بالأحياء البحرية، وبالتالي نتكلم عن جهة لأن عندها مؤهلات اقتصادية واجتماعية جد مهمة، وخاصة في قطاع الصيد البحري اللي يعتبر الركيزة الأساسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل. سعيد مستثمر في قطاع الصيد البحري، تدرج في المجال منذ أكثر من 30 عاما، هو اليوم مالك لوحدتين لتجميد وتصدير السمك ويشغل حوالي 500 شخص، والفضل في ذلك يعود لتنظيم القطاع. بديت فورني صور كان فورني على المعامين، وعلى حسب تجربتي وعلى حسب الدومين ديالي وعلى حسب المهنة اللي مارست ودوزت بزاف فيها، درنا المعمل الأول، ها هو هذا اللي كتشوفيه. عاود دابا رحنا درنا المعمل الثاني، القيطاع تنظم وزارة الصيد البحري زعما خدمات في هذا القيطاع، نظمته ما بقاش فوضاوي ما بقاش عشوائي. ومن بين البنية التحتية المهمة مشروع بناء سوق للسمك من الجيل الجديد على مساحة 3000 هكتار بقيمة 35 مليون درهم. الداخلة يتوفر على مجموعة من البنية التحتية التي تساهم في استقبال بواخر الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار. الميناء يتوفر كذلك على مجموعة من البنيات الفوقية التي تساهم في تثمين المنتجات البحرية المفرغة بهذا الميناء، نذكر منها سوق السمك اللي الآن سوق السمك والميناء هو في طور الإنجاز، واللي من المنتظر إن شاء الله أن تنتهي الأشغال به في متم أفريل 2015. 667 كيلومترا من الشواطئ و 75% من الثروة السمكية القابلة للاستغلال وطنيا متواجدة قبالة السواحل جهة وادي الذهب القويرة ضمن المنطقة سين، كل هذا يجعل من هذه الجهة قطبا اقتصاديا واعدا.